السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في قناتكم فريدة شانيل. أتمنى تكونوا جميعا على خير وبخير بصحة جيدة إن شاء الله. إذا كنتم أول مرة كتشاهدوا القناة، ما تنساوش دعمي باشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد فضلا وليس أمرا. وفي هذه الأيام القليلة المتبقية على الإعلان عن نتائج الدورة الأولى وتوزيعها، أنا كنقترح عليكم طريقة بسيطة لحساب نقاط المراقبة المستمرة 2021. لحساب معدل الدورة الأولى أو الثانية، يجب معرفة نقاط المراقبة المستمرة ومعامل كل مادة. بالنسبة للنقاط ديال المراقبة المستمرة لكل مادة، على كتعتمد على نقطة ديال الفروض اللي كتمثل 75% أو 80%، بالإضافة إلى نقطة الأنشطة المندمجة اللي كتمثل 25% أو 20%. بالنسبة للنسبة المئوية كتختلف من مادة إلى أخرى كما شرحت في الفيديو السابق. نقطة المراقبة المستمرة لكل مادة، إذا افترضنا أن التلميذ حصل على الفرد الأول 15 كنقطة، الفرد الثاني 13 كنقطة، وبالنسبة لنقطات الأنشطة المندمجة هي 18. بالنسبة للطريقة، كنجمعوا النقطة ديال الفروض يعني على حسب عدد الفروض وكنقسموها على عدد الفروض. في هذه الحالة عندي نقطتين فقط، غنديرو 13 زائد 15 هما النقاط ديال الفروض، مقسوم على عدد الفروض هي 2. كنضربوها في النسبة المئوية ديال الفروض، إما 75% أو 80%، وغادي نضيفو عليها النقطة ديال الأنشطة المندمجة جداء النسبة المئوية ديال الأنشطة المندمجة، إما 25% أو 20%. كانت هذه هي الطريقة ديال حساب نقطة المراقبة المستمرة. على الحساب المعدل العام مثلا ديال الدورة الأولى، على كناخذ نقطة ديال المراقبة المستمرة لكل مادة وكنضربها في المعامل ديال كل مادة، ومن بعد كندير حساب ديال مجموع النقطة في المعامل ديال جميع المواد مقسومة على جميع المعاملات، وهكذا كنحصل على النقطة ديال المعدل ديال الدورة الأولى. كنتمنى التوفيق للجميع، وما تنساوش اذا عجبكم الفيديو ديروا اعجاب للفيديو، واذا كنتم من الزوار جدد ما تنساوش دعمي باشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.